الخدمات عاشق تقديم الخدمات وحاول احاول حل الازمات والثعلب فان فان في مقالب كبل الحلقات والثعلب فان فان في مقالب كبل الحلقات انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب الزملاء يا ناس والأهل والأقارب الله والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر أصبر يا سلمان انزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت 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 في الأرشيف في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت 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 يا جموع تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع يا جماعة فضيحة فضيحة انتوا ايش عمركم ما اكلتوا اكل ما اكلتوا شيء احنا ايش يكون موقفنا بالله عليكم عملية في الشاصي ها عملية في الشاصي انت عمرك ما رحت صلاة ها انتوا الدفع في التمثيل انتوا لو انا المخرج كان طردكم الاستديو كان انتوا دفع التمثيل لكن انا غلطان خلاص يا جمعة خلاص يا فضيحتي يا جمعة يا فضيحتي الحين مو الزواج ضاع وبس حتى الشغل ضاع لأبوي من بكرة نروح ندور لنا شغل أحسن عنه وإيش فيها وإيش فيها خبر إيش فيها أنت نسيت إن أنا أبوك سالم بن سعيد وإني بشغلك في شركاتي ومصانعي ها إيه 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 اصحى إيه زين أنت صدقت بس بر تعال بر زاهد اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفونا تفضل 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا الله يعمر بيتكم ان شاء الله امين يزيدكم من خير يا رب العالمين وتعجبونا دوم يا ربي بس يا اختي يا مريم عاد انا زعلانه عليكم انا لان بصراحه انتم ما اكلتوا كل لحم والعظام والاكل كله فاضل لو تشلوا بياكم البيت لا ما علي ما علي حالكم ما يخالف يا جماعه انا بصراحه حاس ان الوقت سرقنا نعم اسمع يا اخ سلمان نعم نعم خلاص احنا اتفقنا سعيد الهدى وهدى لسعيد وعلى بركة الله في الحقيقة انتو شرفتونا نعم لكن انا اقول ايش رأيكم لو نزوركم هنا في المزرعة عشان نشوف بيت المعاريس يعني ونتأكد منه يا سلام هذا شرف كبير لنا وانا يعني افضل انك انت والمدام تزورونا هناك في المزرعة وبصراحة انا بتفرجكم في المزرعة وما يخفى عليك في المزرعة هناك كثير من الابل والابقار والشرفان والحمير بعد حمير يا عمي حمير والله في الحقيقة يا أبو سعيد في الحقيقة أنا يشرفني هذا النسب ويقربني عائليا وماديا سلمان
عائلية وفهمنا، لكن عاد ما دير ما فهمنا. ولا انك تقصد يعني انك تبغى ابو سعيد يشاركك في مشروع من يعني مشاريع الكبيرة؟ والله يا سلمان انا ما عندي مانع، وفلوسي تحت امركم. نعم، ومثل ما يقول المثل، ليد واحدة ما تصفق، ليدين نصفق. نعم، واحنا بغينا نحدد الموعد. لا اقصد يعني انا عندي شويه اشغال واريد ارتب اموري، وبالتهب اي ونرتب. يا ولدي خلاص، احنا حددنا ورتبنا وخلاص. خلاص يا ابو سعيد، خلاص خلاص خلاص. اذا احنا نستهبل. انا بصراحه تاخرت على الجراج، اقصد على العياده والمستشفى، طلعت من غير كحه. انتو مال كحه، انتو مال كحه، انتو مال تفق. اسمع يا اخ سلمان. نعم نعم، أنا بصراحة ما عندي مانع إنك أنت تدخل شريك معي. لا، في شركاتي، في مصانعي، مؤسساتي، حتى مزارعي. لكن عاد بشرط، الأول شرط، آخر نور. لحظة، ردي الوردة، زين؟ هذا من ناحية، وأنا بصراحة ما أقبل إن أي إنسان يدخل شريك معي بأقل من 3 مليون. كم 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 كم؟ 3 مليون. موسى، قال 3 مليون. شي مكانكم، شي مكان اليوم عشاكم معي، وبكره تطيقوا معي، جلسوا مع اسبوع اسبوع. ما عندي مانع. نتعشى عندكم؟ نعم نعم، باتوا وقيلوا وسكنوا معي. مستعدين؟ حاضرين حاضرين. والله يا اخ سلمان، نعم احنا بصراحه ما عندنا مانع، لكن بشرط. نعم، وكسره شروط. يعني تفضل تفضل تفضل. قول. لازم انت والمدام تزورون المزرعه. اي نعم، ونخلي العزيمه عزيمتين، والشركه شركتين، وخير البر عجلة. وأنا والمدام ما عندنا مانع أبدا. صح. أنا ذمكم يا جماعة الخير، أنا ذمكم. على 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 وين؟ على المستشفى. جهزوا غرفة العمليات. وإيش اللي صار بالضبط يعني؟ إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. إحنا نعطيهم سلنسرات، ونعطيهم شوية بترول، ونضاف البلاتين. الله لا يبليكم في محتاج، قولوا آمين. تفضل يا سعيد. والله يرضيك كذي يا جمعة، يرضيك يا سعيد. قلت لي قلت لك الغلط ما يجر غير الغلط، لكنك ما سمعت كلامي. لو رايح وجايب اهلك وصادق في اقوالك كان اختصرت الطريق. معقوله؟ معقوله كذا ياكلوا اكل؟ حد ياكل اكل بايدين؟ معقوله؟ مفجوعين لا ولا ايش؟ والله لو ما الدم اللي بيننا كان قلبت السالفه فوق وتحت، ويصير اللي يصير. عاد مشروع ب 30 مليون وب 3 مليون قال عمي صالح، معقوله؟ لا، وانا جالس اكح واكح لحد ما جالس على ديكي. لا، وحمد حط لي نظارات فوق خشمني وقال انا عملت عمليه. وين عاد؟ في الشاصي. قلت لك يا سعيد امشي في الطريق الصحيح ما بطيح، لكن ما سمعت كلامي تراك. والحل الحين؟ الحل ايش بعد الحل؟ بعد اللي صار واللي سويته في السياره بعد ابغاهم يوافقوا معاك يعني؟ ايش تبالي اسوي يعني؟ ابوس ايدهم بعد؟ اكرر واقول الغلط ما يجر غير الغلط. يا ترى الأستاذ سلمان إيش يسوي الحين؟ يا سلام يا موسى، يا سلام. أنا اليوم سعيد. نعم سعيد؟ لا، أنا اليوم أسعد إنسان في الدنيا كلها. 3 مليون؟ 3 مليون يا موسى؟ والله شركتنا هذه بتصير أكبر شركة في عمان كلها. عمان كلها ما قبول ما. في العالم كله. شوي شوي على عمرك، لا تغمر من الفلوس. بس أنا اللي كنت مستغربة منه يا سلمان، أنت شفتهم كيف كانوا يأكلوا؟ مرة تقول عنهم مفاجيع من تسقين كذاك فوق الأكل؟ معليش منهم. وأبو ينوب إحنا كبارية ما أقل عنهم. إحنا كمهم بس ما يغبش من ضغهم. هذيلا ما يهمهم شيء، هذا بس همهم كيف يجمعوا الفلوس. كتس كتس. نعم. بس ما عرفنا هين يخرفوهم هالفلوس. يا سلام يا سلام يا هودة يا بنتي، بتعيشي في عز ونعيم. ايه بس مين يعلم؟ كيف مين يعلم؟ الله تسمعت. انا يا موزة والله لو عندي بنت ثانية كنت زوجتها لي حمد هذاك الدكتور. نعمة هذاك هم بس العمليات الجراحية، يقول انه ون. يقول عمل انساني وعلي بعض. هي بس عاد يعني. ايش بس؟ الله يهديش يا موزة. ايش بس؟ هذا منقم ذهب ونزل علينا. ها عقب ما نستغنى من وراهم.
حمان. أقول سلمان. ها. جمعة، ليش جمعهم؟ قلتي لي جمعة. جمعة هذا يا موزة أنا لما شفته جاي معاهم حسيت إن هذا مقلب من مقالبه، لكن بعدين لا، بعدين اتضح للعكس، طلع هذا جمعة إنسان شهم، رجال نعم، جاي مع سعيد بنفسه علشان يحفزه. هذا جمعة رجال ورجال وقليله. تفتكر إن هذا قصده وبس؟ طبعا طبعا يا موسى. جمعة أنت تعرفيه إنه دايما صاحب مقال، فحس باللي سواه فينا فجب ساكين عشان يبين حسن النوايا ويصلح أخطأ. جمعة؟ هي جمعة، جمعة طبعا. أنت عارفة إن الإنسان مخلوق من قلب وضلوع وكلاوي ومصارين، فاتحرك قلبه ها وصحى ضميره وعنده ضمير. زين يوم قلت عنده ضمير، فكيف ضميرك؟ انت صاحي ولا بعد نايم؟ انا 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 من دين الشادي، اللي دين الشادي. نعم والله انا خايف انك تفرط وتشوف الفلوس وتطمع وتلعب من وراي مره ثانيه. افعليش افعليش يا ام هدى افعليش، انت الخير والبركه، انت الحياه، انت النور، انت الهواء، انت الماء، انت المربع. والله انت سميك عاد، اسمع كلامك صدقك، لكني عادي يوم اشوف امورك استعجب ود الحلال. صدقيني يا ام هدى، صدقيني، هدى هذه بنتي ولازم افكر فيها وفي مستقبلها. يا موسى يا الانسان له حدود في هذه الدنيا، وما دام بنتي تعلمت وتخرجت وبتتزوج فانا خلاص خلاص لازم افكر فيها وفي مستقبلها، وانسى اني عايش في هذه الدنيا الا علشان سعادتها وسعاده امها. نعم ايه اشوف كانها زايده عليك الثقافه، اسمعك تقول كلام شعر. انا يا موزه مستعد اقول شعر من اليوم لبكره. نعم من اليوم لبكره. وانفتحت السعادة عليك يا سلمان، 3 مليون وابخي. أنا تروحين جالس أفكر، بس أفكر كيف أزوج هدى لسعيد والمشروع مال 3 مليون. يلا فلوس، كنز كنز، وابختك يا سلمان وابختك. خلاص من اليوم ورايح هم في درب وإحنا في درب. نعم طبعا. معقولة؟ معقولة كل اللي سويناه معاهم؟ يتكلموا علينا كأن احنا مش شايفين خير. والله العظيم والله يكفي يكفي ان غيرنا اشكالنا ها واسامينا. ايه هذه اصلا وحدها يبغى لها وقفه. نعم لكن هذاك العوار، هذاك هو ذا. نعم مسوي عمره مره ما يعرفنا، ما كنا ماكل وشارب وجالس عندنا وشايفنا زين زين. ما عليه خليك منهم، هم في بيوتهم واحنا في بيتنا. صح يا فطوم. فطوم هاي كي احنا نسينا نخطف على فاطمة ونجيب هالبيت. ما يخالف بتجي بنفسها بعدين. يا سلام والله ان الواحد يكون غني يا ابو سعيد. ابو سعيد ايه حرمة، لا يكون فاكر نفسك انت حرمة سالم بن سعيد التاجر راعي المصانع والشركات والأراضي. أنا صالح صالح. طب أنت ليش تغير اسمك يا سالم؟ يا حرمة سالم بن سعيد طلع برا طلع برا. أنا مريم مريم مريم. أنا ما أعرف حد اسمه مريم. برا يلا طلع برا يلا برا. صالح أنا مريم، أنا حرمتك مريم مريم مريم. ها وانا صالح صالح يا مريم. ماشي غير حل واحد بس. ايش هو؟ تكتب رسالة لهدى وتوصلها بأي شكل من الأشكال وتعبلها نحبك وبكل صراحة. جمعة جمعة يا حبيب، انت تشوفني انا مال تعبير، تشوفني انا اعرف اعبر الله يهديك. يا اخي حاول حاول ولو مرة واحدة، وإذا قدرت معناها أنك صادق في هدفك. أي هدف أي قول الله يهدي. خلاص أنا أعتقد أنهم اكتشفوا السالفة بعد زيارة المشؤومة هذه. يا حبيبي إذا كانت تحبك بنتمسك فيك برغم كل اللي صار. تعال اجلس 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 اكتب اجلس، أنا بسير أشوف المدير العام أشوف أخباره، إيش هو مبسوط ما مبسوط، أطمن يعني. يلا إيه بس الله يهديك.
لا تجلس تبسبس لي يا سعيد، لا تبسبس، يلا روح اكتب لا قاعد الموظفين الحين، يلا عندك روح روح. جمعة جمعة. حبيبتي هدى، الحب في قلبي مثل حبة الرمانة. وأنا أضرب الهرن توتا توتا. وأنا سعيد أنت إيش قاعد تسوي في نفسك؟ بعدين إيش هالأوراق كلها؟ كنت أكتب لك رسالة أحاول أشرح موقفي. يعني عشان تكتب رسالة تسوي نفسك كذي؟ المشكلة إن الهرن صوته يقول توتا توتا، وأنا محتار لأن في السوق ما في هرن يقول توتا توتا. توتا وبس؟ يا ريت أنا مريت جنب بيتكم وضربت هرن. ليش؟ ما أعرف، وهذا أنا أريد أوصل صوت الهرن وما قادر، علشان كذي هذه الأوراق كذي سوت زبالة هني. زبالة؟ معقولة واحد مثلك يكتب كلام شاعري من القلب يقول زبالة؟ وليه؟ إيش فيها الزبالة؟ إيش فيها؟ لا تطلع من كل بيت صغير ولا كبير. ظاهر سلمان طلع من الوقت اليوم. أهلا أنا سهودة. أهلا جماعة. إيش هذا اللي مسوينا؟ إيش هذا؟ بغيت أوصف الهرم ما أعرف. معقولة كلمة واحدة توقف حاجز أمام قلمك؟ بعدين أشوف إيش اللي كاتبه. حبيبتي هدى، الحب في قلبي مثل حبة الرمانة اللي على الشجرة. أنت أحلى دبدوبة. وإحنا في داهية دبدوبة، هاي دبدوبة تشوفها. شفتها في حياتي، أنت مثل أمي وأبوي وأخوي وفي عمرهم. هدى لو كنت أقدر أخطفك من أهلك، ولو وقف أبوك قدامي أكسره. كسرك كسره وراسك كسره. أنا كل يوم أمر عند بيتكم أضرب هرن، مع إنهم مانعين الهرنات هالأيام ويدفعون مخالفات، لكن عشانك أدفع ولو إني كنت أحيانا. تعرف هرن سيارتي صوته توتا 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 توتا. إيش هالكلام الفارغ؟ معقول أنت تكتب هالأسلوب الرخيص؟ أيوة، لأن بصراحة يا أنسة هدى أنا اللي قلت لي اكتب كذا. أي نعم، لما لقيتها مصمم. يعني مصمم على إيش؟ علشان تكرهي. أكرهها؟ لأنه هو بصراحة قال يعني ما دام أنها حبتني بسبب رسائلي بخليها تكرهني عن طريق الرسائل، للكلام فيها مكتوب مثل الزفت. حطم راسه. أنا بصراحة ما فاهمة شيء. هو مسكين حاس أنه أبوه ترى ما راح يوافق. بالعكس، من قال كذي؟ بالعكس أبوي فرحان جدا جدا، وأمي نفس الشيء. وبعدين هم مصممين يروحون يوم الخميس الجاي المزرعة عند أبو سعيد. مصممين؟ طبعا طبعا طبعا، وإحنا سعيدين جدا بهذا النسب. أستاذ حطمان، قصدي أستاذ سلمان، أهلا وسهلا. كذاك يا بنتي يا هدى، كذاك تسبقيني. أنا مستعجلة، ها ماكلة شوب شني مثل ما يقولوا. جيتي تخبري سعيد وتقولي له إن إحنا موافقين يروحوا لهم المزرعة، وإن بعد موافقين على الخطوبة والزواج في يوم واحد. لا 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 جمع، ما أصدق. وا ولا أنا والله ما مصدق، ما مصدقين إحنا. ها إيش هذا الزبالة؟ هذا أنا كنت أكتب. انت يا مراوغ انت عليانه،
أكيد قال استحصف أموال أبوك من شركات وعقارات وعمارات وبنوك وعاد تحسب الربح اللي تربحوه ما قلك يا ولدي. أنت على الأقل قلنا يلوفنا شيء نساعدك. الغريب أنك أساس المان تفهم بسرعة. اللي يبي يأجل ليش ما تتصل اليوم يكون مرة الموضوع حامي ليش هتقول لي ليش؟ قلت لي ليش؟ لأن أنا أبغى تكون العلاقة مع أبو سعيد ومعاك تكون مرة علاقة مباشرة لأن إحنا بنستوي أهلية شماقة تعرف كيف؟ فش رأيك تتصل فيه توها وكأنك يعني تسأل عن حاله وأحواله وتطمن عليه وتتكلم عن المشاريع. اي والله كلامي صحيح يا موسى، وبعدين هذول ما شويه 3 مليون. نعم نعم. ابغى تكون تتوطد العلاقه بينك وبين ابو سعيد، يكون ماشي عندكم حديث يوم تجلسوا مع بعض غير التجاره والمشاريع وبس. لكن يا موسى انا خايف من شيء واحد. كيف؟ خايف ان هذا الانسان يشك ويفتكر ان احنا قاسين نلعب عليه او انه داكم كان رجال افكار اكبر من افكارك، انت رجال عود صاحب مسؤوليات. واسمعني ها، انت خليك على اتصال دائما معه قدام عينه، ولا ترى الرجال من مسؤولياته بينساك بلمحه البصر. نعم. وابوي معقوله يا موسى؟ معقوله؟ نعم معقوله. المفروض عاد احنا ها يكون مهد الطريق ونفرشها بالورود والياسمين، يكون يوم يجي موعد يوم الخميس سمعتني يكون نتكلم بالزواج وبالمشاريع. يا سلام يا سلام، والله انش يا موزة مخك تجاري. نعم كذاك ربات البيوت ولا بلاش. ابو كيف مالك؟ نسيت اخذ رقم التليفون يا موزة. كان انت نايم غيرك صاحي. تفضل، هاي كل ارقام تلفونات صافتني. انا سالم بن سعيد. وأنا سلمان ود أبو سلمان. سلمان من؟ لك حق تنساني يا أبو أحمد، لك حق تنسى. إنسان مشغول وعندك مهمات كثيرة، الله يكون في عونك بس. هذا أكيد صاحب المشروع السياحي، وأكيد إنه باغي يرجع في كلامه، بس أقل عن 3 مليون لا. زين أبوي زين، الله يوفقك معه بقى. أيوة سلمان، إن شاء الله يوم الخميس بكون معك. حياك، بس أعمل حسابك 3 مليون. يعني إحنا ممكن نتناقش في أمور مثل هذه؟ الله يهديك، أنت نسيت إن إحنا نسايب؟ الله يهديك بس. وبعدين مدام ولدك يديرها خلاص. نسايب؟ نسايب؟ على العموم أنا في انتظارك الخميس الجاي. وأنا والمدام والعروس إن شاء الله بنجي عندك ونتفاهم على كل شيء ونتفق على كل شيء. ها؟ تبين أنا أكثر ولا أمك؟ يا أحمد! أحمد! نعم يا أبي. كيف تتفق من وراي وتتزوج؟ أنا؟ نعم؟ تتزوج؟ أولادنا اللي عندنا وين يروحون؟ أنا؟ كيف يعني؟ تتفق من وراي مع سلمان وتخليه يسخر مني؟ أنا أقول ليش يقول أنا بدفع أكثر وأدفع أكثر؟ الظاهر إنه اشتراك بفلوسه وضمن حقه. أنا؟ إيه نعم، انت تكلم قول. زين بقول قول. زين أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حرام عليك يا أحمد، حرام عليك. سعاد سكتي انتي. إن شاء الله. هذه المرة بيدخل في المشروع والمرة الثانية بيستولي على الأول والتالي، طبعا ما حق ما دام إنه ضامن ولدي في صفه. أنا؟ على كل حال الخميس الجاي جاي هو والعروسة، وانا بعرف كيف اتصرف معاه. انا اخذ اولادي ما يسهل البيت. سعاد خليني انا اتصرف، انا قرر ان ولدي يتزوج او لا، وهو بيتزوج عليه لانك انت ما تجيبي غير البنات. اللي تشوفه يا عمي. كيف يعني تتزوج من وراي وتتفق مع سلمان؟ اي سلمان هذا بس يا ابوي. وليش عرفني؟ اذا يوم انت ما عارف ليش بس، الله يهديك معصب وزعلان. لانه ارسل اكثر من 10 يحاول ياخذ مني المشروع. وانا قلت له 3 مليون حتى بعد عن المشروع، لكن أشوف أنه موافق على الأكثر وهذا مخليني محتار. خلاص يا أحمد خلاص، أنا صرت قديمة ما أجيب غير بنات بعد هالعمر. اتكلم قول شيء، ليش ساكت يا خاين؟ ليش السالفة بالضبط؟ أنا إيش عرفني؟
ونهايتها؟ نهايتها سعيد لازم نروح نصالح عمي صالح وحرمة عمي صالح. ردينا على عمك صالح وحرمة عمك صالح بعد؟ ماشي حل ثاني، وهذا احنا لا فنشونه ولا شيء. الحمد لله الحمد لله. خلاص سير جيب امك وابوك من البلد يلا. ايه تمام، تباني اوصل هناك ويزوجوني بنت خالتي. انا ليش درست واشتغلت وتعبت نفسي؟ مو علشان اخذ حريتي في اختياري؟ اختيارك؟ ايه احنا بعدنا في البر، الحق السالفة تسود الدنيا في عيوننا وتبان الحقيقة. لا لا، ساعتها هدى بتكون زوجتي وانا اعرف كيف اتصرف. بالكذب؟ بالغش؟ يعني كيف تريد تتخلى عني؟ يا انسان حرام عليك، يا هاي الحرمة ما تستاهل البنية مسكينة، ما تستاهل البهدلة، حرام عليك. وبعدين مع قلبك هذا اللي بدا يحن؟ انا اصلا انسان حنون وحساس. وبعدين هذه هدى حساسة ورقيقة وطيبة ولطيفة وجميلة وحليوة. يا سلام عليك يا سلام يا جمعة، الحين أنا أحبها ولا أنت تحبها؟ أنا قصدي هذه مسكينة ما تستاهل البهدلة، وبعدين هاي مسكينة عايشة في حلم جميل. لا ورسالتك هذه اللي بغت تغير رأيها فيك. أنت وين بتعلم؟ المهم خلينا نتصرف الحين ونمنع زيارة سلمان للمزرعة. قلنا لك خلينا نصالح عمي صالح عشان يكملوا معنا ونستقبلهم في المزرعة. ما رضيت. كيف نستقبلهم في المزرعة والحقيقة هناك في المزرعة يا جمعة؟ الحقيقة؟ إيه الحقيقة؟ يعني كيف بنتصرف؟ إيه والله كيف نتصرف؟ الحين أنا أسألك ولا أنت بتسألني؟ أنت تحبها؟ أنت ليش دائما تسألني هذا السؤال؟ دائما أنت تحبها أنت تحبها؟ بعدين خلاص إحنا طحنا في ورطة ولازم نعرف كيف نخلص نفسنا. قلنا لك خلينا نروح لعمي صالح وادع ربك إنه يوافق ويجوا معنا. بس هذا لا يمكن ابدا. كيف يعني ارجع غنيه ومتفخفخه وانسى نفسي؟ لا لا لا، هذا الكلام ما يصير ابدا. ابغى واسطه وبعدك يا حاتم. يا عمي يا عمي سعيد يعتذر ويتاسف ويبوس راسك. بوس. ايش؟ لا تعال بوسه، بوس راسه، بوس بوس. تمام الحين بعد ما باس راسك اعتقد الحين لازم نكمل الادوار للنهايه. وإيش المطلوب منا بالضبط الحين؟ أوه يا سعاد يا سعاد، صدقيني صدقيني يا سعاد صدقيني، أنا ما أعرف عن هذا الموضوع أي شيء. زين بنشوف يوم الخميس كل شيء مبان. يا سعاد يا سعاد، أنت زوجتي، عارفة يعني إيش زوجتي؟ زوجتي وأم بناتي، وأنا راضي فيش، راضي فيش كزوجة وراضي بالبنات، وهذا حكمة ربنا عز وجل. المهم اللي في الجدي يطلع الملاك. بسكم من هذا الكلام، بسكم، الجماعة الحين بيوصلوا. يا أبوي وصلوا على الجماعة. عمنا فهد؟ نعم. عايش تشوف فيها الخير. إيش؟ الله يهنيكم إن شاء الله. الله يبارك. الله يهنيك. هذا كذا بيتزوج معك؟ معقولة؟ هذه العيوس تكون العروسة؟ أي عروسة أنت بعد يا سعاد؟ ستي ستي بس. حشة، هذه مو حرمة، كأنها صورة لعبة. سعاد. أهلا أهلا بعروستنا. سعاد دخلي داخل يلا. دخلي داخل. ما شاء الله، إيش الخير إيش النعمة، الله يبارك الله يبارك إن شاء الله. الله يخليك. حلوة حلوة حلوة. نعم بلتكم طيبة. تفضل سريع. بيت طيب. تفضل سريع. ما شاء الله. فضل. ها؟ تفضل أحسنت مشكور. إيش هالخير؟ إيش هالخير؟ يا أهلا وسهلا بالأستاذ سلمان. يا حي. ها؟ يا أهلا وسهلا بالأستاذ سلمان. أنا ما بسلمان. أنا سالم بن سعيد الله يسلمك. إيش؟ أنا سالم بن سعيد. أنت بعد سالم سعيد؟ إيش التوافق ما شاء الله. حي سالم بن سعيد. يا مرحبا وسهلا والله. خير. ها؟ والله يسلمك، احنا يعني واصلين المنطقة هذه نسأل عن أرض للبيع. نعم. نبى نسوي فيه مصنع فيران. لا قصدي مصنع دجاج. مصنع دجاج؟ يا عمي في شيء اسمه مصنع دجاج؟ الله يهديك. ما يخالف مصنع ديوك. ها زين مصنع ديوك. لا مصنع ديوك هنا ومصنع دجاج هنا، علشان نزوجهم وبالمرة ناكل بيضهم ودقاقهم على راحتنا. اكيد انتم قصدكم مصنع تفريخ. تفريخ تفريخ، المهم كله دقاق ولحم ويتاكل. يا سلام، حلو اللحم، وخاصه يوم الواحد يسوي مشاكيك. عاد هين في المزرعه ايام الجمعه مشاكيك. جمعه انا احس ان كان بيغمى علي بعد شوي.
منالك عبد الكذب قصير ما سمعت كلامي. زين ما كملت السالفة وبعدين. هلا والله خير دور عن حد اخذ تحيه بيت جمعه. جمعه مال المياه المعدنيه. اي نعم هذا هو هناك. خير ان شاء الله الوالد. والله بغيته شويه. هي بس هو الوالد ما موجود. كيف ما موجود؟ انا رحت بيت ولد سعيد وقالوا لي في بيت جمعه وصفين البيت. زين انت اكيد والد سعيد الحقيقي. انت اكيد سالم بن سعيد الفضعوني. اي نعم. هي بس ما شاء الله يعني نوب انت متريش يعني بس ما باين. كيف انا ما فاهم شيء؟ شوف يا صاحب المزارع والعمارات يا متخفي. ايش تقول؟ اي عمارات واي متخفي الله يهديه. انا رجال على قد حالي والحمد لله والله الغني. يا سلام يا سلام على القناعه. المهم قل لي وين القى سعيد وجمعه؟ تراني جاي من مكان بعيد وما اقدر ارد من غير ما اشوفه. روح مزرعه سالم بن سعيد الفضعوني تلقاهم هناك. ايش تقول؟ انا سالم بن سعيد الفضعوني. عارف عارف حتى هذاك سالم بن سعيد الفضعوني بس هذاك ما شاء الله غني وانت يعني الحمد لله. المهم وين المزرعه؟ زين زين ولا يهمك الولد طالما انت جيت ولا يهمك ان شاء الله انا بوصل لك اياها. شوف الولد تطلع من دوار السيب انزين تصير سيده ما اكسر؟ لا 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 تكسر لا تكسر لا يمين ولا شمال. انزين شايف حديقه نسيم؟ ايه خذ يسار. اظني هناك هناك ياسين هناك. خلي خلي مرشوه اسمع اسمع اصواتهم هناك. حسهم طالع من بعيد. يا ابو احمد وايش الاخبار ثاني؟ الظاهر في ضيوف اصلا. ها؟ هنا ضيوف؟ خلاص يا مرحبا بالضيوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا بيتكم. المدام وبنتي هدى. اهلا وسهلا حياكم. تفضلوا تفضلوا. اهلا اهلا. تفضلي تفضلي مدام. حيا الله هدى. يا اهلا وسهلا. وضحتي عروسة؟ يا يا ما احلاتها يا يا كيف حلوه. اي وش وش ولا انا بخبر زوجتك عليك وش. ما يهمني عروسه حلوه خبرها. اهلا وسهلا مرحبا اهلا 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 وسهلا نورتي المكان الله يسعدك. وبختي يا 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 الله من ذي الحلوه تويا ذي العروسه وانا راح اتزوجها. بسهل هاليوكرس بسهل بعد هذا خربك لك جمعة السالفة إن بتعقل. شوف بتعقل السالفة مهم. كلا منك أنت كلا منك أنت المصايب جاية ونازلة علينا من يوم تعرفت عليك. يلا ما إحنا ذا الديكورات مرة تطلع صغاوي مثل الحين أنتوا جيتوا أشهد عني. طبعا طبعا. أقول أختي مريم نعم من ذا أبو متعاتي أبو كنا عن 20 نفر ماكل خير وخير غيره. هذا أحد من الجماعة. ما عرفتني أنا مين؟ أنا العريش وأنتي العروش. أي عريس وأي عروس. ومين هذا بعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة؟ تفضل كم الحسبة؟ أنا كيف حالك؟ الحمد لله لو سهل. طيب؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. تفضل 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 تفضل. وأنت يا سالفتك؟ بتجلس ترد الصوت على طول؟ شوف خذ جماعتك وروحوا، أنا ما فاضي لكم، عندي شغل. يلا. إن شاء الله إن شاء الله. هذا أبوي؟ أبوك؟ إي والله. وإيش اللي جاب الحين؟ ليش عرفني إيش جاب الحين؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل سريح ترى احنا اليوم فارشين. انا جيت اسال عن ولدي. يا حي الله باللي زارنا يا مرحبا وسهلا. تفضل تفضل بيت بيتك. تفضل ردينا مره ثانيه. انا قصدي ارحب بالرجال. تفضل 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 تفضل. انت سالم بن سعيد الفضعوني؟ نعم 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 هو انا. وانت بعد سالم بن سعيد الفضعوني؟ اي نعم. واغمي عقب عن النوبه سالم بن سعيد الفضعوني. لا والله يعني احنا الحين كنا سالم بن سعيد الفضعوني ثلاثه. لا لا لا, لا. انا ما يخلصني ما يخلصني. هي بس انا رجال فقير ما عندي غير مزرعه صغيره فيها كمين شجره. على العموم انا جيت اسال عن ولد سعيد. يا ابوي ابوي سعيد ابوي ابوي حبايبي سعيد سعيد. يا الله هلا هلا ابوي هلا. سعيد من انت الله يهديك؟ ها
هو قصده يعني سعيد السعد، ولما يكون إنسان سعيد يكون السعادة غامرة عينه، والسعادة لما تطش من عينه عرف إن العالم كله سعيد. نعم الموت حق، ما حد قال له نعم، ما حد قال له. والإنسان لما يمشي بالغلط لازم يطيح فيه، يعني مهما قلت أنا أقول إن الموت حق، حق نعم حق. إيش فيك أنت؟ أنت قلناك وليش؟ ما عليك أنا أعرف لك بشغلك، اصبر أنت. يعني كل ما في الامر ان الله يسلمك السالفه. لحظه خليني افهمك، انت الحين لا تسعيل، انا اتكلم بالسالفه. سالفه صالح انا مضطر امشي لاني عندي شغل مهم لازم اروح. انا بدكم يا جماعه اي سالفه؟ لا لا يا معاذ اصبر، لحظه بلحق معك. ابوي تودروني انا هالقلب هلا فاهم. الا كذاب كذاب غشاش مخادع كذاب كذاب. لا 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 يمكن اللي يكتب هذا التعبير يكون مخادع. أكيد اللي كاتب هذا الكلام يحب من قلبه، إنسان حساس. جمعة، هو جمعة، أكيد جمعة يحبني. لا ثم لا، انت اللي ما عرفت تحبها صح. انت اللي قمت تشوف على فوق قبل ما تحقق اي شيء. قلنا لك يا بني ادم الكذب حبله قصير. زين خلاص خلاص لا تصدعني وايد، اكو ابوي عرف ومش زعلان، واكيد بيخبر امي، وامي بتزعل بعد. احمد ربك انها جات السالفه على كذا، ولا كان المساله بتوصل الشرطه، والسالفه بحد ذاتها هذه جريمه يعاقب عليها القانون. انا خلاص يا جماعه خلاص قررت ارجع البلد واعيش هناك واشتغل واتزوج. هذا هو الكلام اللي يشرح الصدر، وبدور على وحدة أجمل وأغنى من هدى، وهذا هو الكلام اللي يحرق الصدر. يا أخي أنت ما تتوب، أنت بالله عليك تريد تمشي في الغلط ليش؟ أنت السبب، أنت السبب. خبرتهم على كل شيء وهدمت كل شيء أنا بنيته، حتى آخر أمل. أمل؟ يعني بالله عليك يتباني أتصرف قدام أبوك والجماعة هناك؟ بعدين هذا الجزائر اللي خليت المشكلة تطيح على راسي. إيه على راسي، بس شفت هدى كيف تشوف عليك بعجاب. ها أنا؟ إيه أنت، خاصة بعد ما عرفت إنك أنت اللي كنت تكتب الرسائل مو أنا. لكن أنا رايح، أنا رايح يا أمو، وإن شاء الله تطيح فوق راسك مشكلة مثل ما طاحت فوق راسي أنا. شكلك سعيد؟ لا يا سعيد، معقولة هدى تفكر في أنا؟ سمعي يا موسى، ما دام المسألة فيها جموع، جموع يعني مقلب مقلب. لا تستعجل أبوي، احمد ربك إن المسألة جات لغاية كذاك، وإحنا بعدنا على البر ولا بننفضح. يعني ضحكوا علي أنا؟ أنت المفروض منك إنك تتأكد، لكنك لا، أنت ما كل شوبك ني، استعجلت واشتغل فيك الطمع، اشتغل مخك المادي. نعم لما سمعت النسمة سالم بن سعيد. موسى موسى ماما زماد ترك دهق وديري مو بعد اعترف. لكن ملفه في الشركة يقول إن أبوه اسمه سالم سعيد والمهنة تاجر. إنزين طلع ما تاجر، طلع تاير وعلى فشوش بعد، ما في حيلته بشي، يعني حليان كحيان، وتراها تشابه أسماء، بس أنت ما كل شوبك ني وعقول. والله صحيح كلام شموي صحيح، أنا سويت عجول وطلعت بينهم مغفل، لكن ما عليه صبر زين، واصبر علي يا جموع يا ولد ابو جموع، ان ما شنقتك ما اكون انا سلمان ولد ابو سلمان. وشوف يا جماعه يا جماعه، اهلي جايين بعد يومين عشان يحددوا موعد الزواج، وهم عازمين نفسهم معاكم يوم الخميس. لا ارجوك كله ولا يوم الخميس، شوف لك يوم ثاني غير يوم الخميس هذه. خلاص انا تعقدت من هذا اليوم، خلاص نخلي يوم الجمعه. لا قبل يوم الجمعة بيوم معناته الخميس، ويوم الجمعة معناته في اسم جمعة، وأنا ما أريد لحد يزورني ولا أشوف حد في هذا اليومين. يعني أنا الحين لازم أنضرب قبل الجمعة بيوم؟ خلاص خلاص يا جماعة، شوفوا اليوم اللي ريحكم، وأنا ما علي إلي أبلغه. خليها قبل السبت بيومين. صراحة يا نجوى قلبي عريش، وبعدين كيف تتخلصي منه؟ هو مصمم ياخذ فلوسه، وانا مصممه ما اعطي ولا بيسه. هو بتجلسي كذا معلقه؟ ما اريده ما طيقه. هي اذا ليش تزوجتيه؟ ما اعرف. ما تعرفي؟ تعرفي اكيد السبب الفلوس. هو بعدين صراحه يا نجوى الحين خضيتي كل اللي بغيتيه، هو بصراحه من حقه انه يطالش اي مكان. سهام نجوى الحين ما دام عندك كل هالفلوس عقب حلمو هالك عمر شو مربطه بنفسك.
ما احسن ليش فتحي ليش اتسلى؟ حلو تتسلي، هالفلوس ترى هي بتغير النفوس. يو مسكين زوجي سالم يتسلى في الضرب وغيرهم يتسلى في كلام ما في فايدة. كل هذا ما مهم، المهم عندي فلوس. يا نجوى يا نجوى حاولي تسايسي. وبعدين يا نجوى هذا الرجال، والرجال مثل الطفل، تعاملي بالزين تعطيه كلمة حلوة على طول هو يعطيش عمره. انت تنصحيني؟ وليش لا يا نجوى، ما احنا اخوات والنصيحة واجبة. وليش ما توفر النصيحة لزوجك؟ أيوة ما أحسن، يقول له باغي يفوز يوم ولادتي. ليش؟ عشان يجيب الجائزة حال ولده. أبوي سامح سلش يجيب ابنية. إيش هذا؟ ضحكوا تضحكوا؟ بدل على ضحكوا شوفوا شغلكم أحسن، شوفوا شغلكم. ما كفاية سعيد ما وصل لها، والثاني رايح للأرشيف. وين هذا؟ وين راح؟ هذا صامت، كيف حالك؟ وينه؟ من هو هذا؟ هذا المخادر الغشاش اسمه سعيد. آه سعيد ما وصل سام، ما وصل آه؟ هي نعم. طيب بلغوه ان شاء الله، بلغوه انه مفصول بالثلاث ان شاء الله. سهل ان شاء الله. وين هذا العبقري هذا بعد؟ وين هذا خدام الزملاء؟ من هو هذا عبقري؟ سال منه. تستعبط حسان ها؟ تستعبط. جمعه بعد حد غيره؟ اه جمعه الحين. انا شفت رايح للارشيف. نعم رايح للارشيف. بس كل واحد شو شغله. يلا ان شاء الله ان شاء الله. يا ويلك يا جمعه يا ويلك انت يا نحس. وتضحك بعد تضحك ها؟ أول مرة أشوف واحد يمشي وينادي على نفسه. أنا نادي عليك أنت يا نحس يا وجه الفقر. ترى أنا قلت بعد كذا، أنا قلت عشان بدل ما تتعب نفسك وتصدر قرار وتنقل الأرشيف، قلت أجيب نفسي هنا معزز مكرم. شفت كيف أنا فاهم؟ شفت كيف؟ لا فاهم فاهم فاهم. وتلعب معي أنا هذه اللعبة الحقيرة؟ لا بعد سالم بن سعيد الفضعوني فضعوني شلك إن شاء الله. الله يعلم، الله يعلم اني كنت اريد اخدم كل الاطراف. نعم بالغش بهدف نبيل. لا هذه مساله نسبيه يعني. على العموم صاحبك هذا انا ما ابغى اشوف وجهه، وبلغه انه مفصول، وانت ان شاء الله بتضل طول حياتك تشرب هذا الارشيف لحد ما تموت. بس كفايه كفايه. ليه متى انتوا بتبيعوا فيني؟ ما فكرتوا في احاسيسي؟ ما فكرتوا في مشاعري؟ وانا خلاص قلت لكم لا بتزوج حامد ولا محمود، واذا انتوا جلستوا تكرروا هالسالفه انا خلاص طالعه من البيت. طالعه. ابو انتي سمعتي اللي انا سمعته؟ اكيد البنيه جنت. لا 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 لا، المساله هذه فيها شيء. يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني انتي السبب في كل اللي يصير. انتي السبب، حطت لي محمود محمود محمود. مين هذا محمود؟ وايش عنده محمود؟ ايش محمود محمود؟ ايش؟ وايش حامد حامد؟ من ذا حامد؟ خبرني من ذا حامد اللي هيك شله الضباب والزرع ترس حلقه. لا بس 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 سكتي بس سكتي 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 سكتي. الحين ابي اعرف بنتش هذه ايش تقصد؟ ايش تقصد؟ والله ما اعرف. ومن هذا اللي جاي الحين بعد؟ اروح اشوف انا هذا اللي جاي. شوف من هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأبو أحمد، أهلا سالم سعيد، أهلا بصاحب الشركات والأموال والمصانع والفنادق. أهلا بشماق المستقبل. يعني هالمرة السالفة صارت حقيقية، وجاء ولد العز وطلب يدك. أيوة يا جماعة. زين وأمك وأبوك؟ أمي وأبوي خلاص يا جمعة اتفقوا علي، وبعدين نسوا سالفة أولاد الأخت والأخ. جاتهم دجاجة بيض ذهب ما صدقوا. زين وانتي ايش رايك؟ أنا لا يمكن أوافق، بعدين مستحيل أتزوج واحد متزوج وعنده 6 بنات، وبعدين مش هذا هو اللي على بالي. ومن هذا اللي على بالك اللي تفكرين فيه؟ اللي قاعد يكلمني. سلامات. انت ايش اللي تقولينه يا انسه؟ اللي سمعته يا جمعه. لا لا يا انا في حمه وما صاحي. يا انت ما صاحي يا انسه. انا اقول اللي سمعته يا جمعه، يمكن اكون جريئه شوي في كلامي هذا، بس هذه هي الحقيقه. حتى انا ما اقدر ادوس على قلبي. اي بس يا انسه انا فقير ويتيم وما عندي شيء، لا مزارع ولا شهادة ولا حتى مصنع ولا حتى تاكسي. بعدين أنا تحت والملفات فوق راسي
وانت وين؟ فوق فوق بنت عز وفلوس. اذا الشهادة يا جمعة هاي سهلة، وبعدين الفقر ما عيب. انت تقولين هذا الكلام لي انا يا نسا؟ لا، انا اقول هذا الكلام امام الجميع وبظل اقوله. مع سوالف ابو احمد مساكين. ها ايش قلت؟ ايش قلت بعد يا ابو احمد؟ ايش قلت؟ احنا بالحقيقه هذا النسب شغفنا. نعم، اولا علشان هذا الولد الوديع مساكين. شوف كيف ابتسامته مساكين. ثانيا يا ابو احمد عاد علشان الحسب والنسب والمال والمال. نعم يا عمي احسن. لا انا ما اريده، ما اريده. ما تشرب ايش الكلام فاضي. زولي زع ان شاء الله، سير الخمدي في غرفتك. لا انا مستحيل اتزوج واحد متزوج عنده ست بنات، انا ما اريده، وانا طالعه من البيت طالعه. وغيابي شيمه، شيمه ابوي كان في الشيمه، شيمه على هدى، شيمه لعب، شيمه عن طيري وتخليني وحدي. نعم كان ابوي تراني باغي ولد، باغي ولد. نعم باغي ولد. وايش ذنبها المسكينه؟ ها؟ عشان ما تجيب اولاد يعني؟ تراني انا ما جالس اسوي شيء غلط هدى. نعم ما جالس اسوي شيء غلط. وبعدين بعدين هي راضيه. بس انا ما راضيه، وانت لازم تقبل حكمه ربنا. وانا قلت لك ما اريدك، ما اريدك يا اخي، ما اريدك. ابوي ابوي. وهربت وجيت هني. هربت وجيت هني؟ يا سلام. وكيف عرفت اني انا موجود هني؟ ابوي قال لامي انك انت تشتغل صبح ومساء عشان يعاقبك. ابوك هذا انسان طيب، خاصه لما اكون قدامه. سمعيني يا نسا هدى، انت لازم ترجعين البيت. لا لا مستحيل ارجع. Let's go.